السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة تحبيطية وافتزازية جديدة. مواضيع حلقة اليوم متنوعة ودائما مع مواكبة الأحداث التي تقع في القارقرة المضحكة التي خلقت لإضحاك المغاربة. بغيتوا تنصبوا راسكم أعداء للدولة المغربية، احنا غردوكم دابا أضحوكة ماشي المغرب، أضحوكة العالم. العالم بأسره يضحك الآن على الجزائر المضحكة القارقرة اللي عندها رئيس كيضرب بالحجر. بخبر كان يتعلق بتونس والجزائر، مش خبر بالضبط، نحكيه على تصويرة تحديدا، واللي هي خرجت صورة غالطة مزيفة أو مفبركة ودارت ياسر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة على فيسبوك. التصويرة هذه راو فيها ترتيب نتاع أجمل المدن الصغيرة في العالم، وفي المرتبة الثالثة نلقاو مدينة سيدي بوسعيد وبحذها علم الجزائر على أساس أنه سيدي بوسعيد هي مدينة جزائرية. دونك التصويرة هذه تركي، وفي الترتيب الأصلي نلقاو أنه فعلا مدينة سيدي بوسعيد موجودة ولكن بجنبها العلم التونسي. دونك التغيير اللي صار هو تنحيت العلم التونسي وحطان العلم الجزائري، والترتيب هذه قامت به تايم أوت في 2024، وفيه أجمل 16 مدينة يعترفوا بانتماء سيدي بوسعيد لتونس، مش كما دارت التصويرة. معناها هذيك رأيت صورة مفبركة على الأرجح. على الأرجح هبطت أول مرة في كونت فيسبوك اسمه مونيكا بيل، وصار عليه اكثر من 1900 تعليق رفق الصوره هذه اللي هبطت على الكونت هذه اللي ذكرناه. دونك الناس بارتاجيو التصويره هذه. نلقاو زيدا وسام حمزي وكتب مازال شي حاجه اخرى سيدي بوسعيد الجزائريه، وكيف كيف الناشط حاتم النفطي اللي كتب خاوه خاوه ما بيناتناش، يعني مش مشكل حتى اذا كانت التصويره دارت بالغلط، ما فما حتى مشكل. وي خطا ممكن مفتعل، اما كنت اكيد هو مفتعل ولكن مش مشكل، مسامحين ظاهره سيدي بوسعيد. ونمروا من الجزائر كتخنشر وكتسرق اي حاجه كتحرك، خنشلات حتى مدينه تونسيه ورداتها مدينه جزائريه. والمضحك في الامر ان هذاك الفوتوشوب من جمهوريه التلوين الجزائريه مفضوح جدا، الى انكم الى قربتوا الصوره غيبان لكم بانه العلم الجزائري موراه واحد العلم احمر اللي هو العلم التونسي، يعني ما قدروا حتى يغطيو العلم التونسي ويتقنوا الفوتوشوب ديال جمهوريه التلوين الغباء والملونات. وما كاين غير شخبط شخبيط لخبط خرائط، مساكن ما عندهم والو، ما عندهم حتى شي انجاز، وكيبغيو يعيشوا على الانجازات ديال الاخرين. مدينه تونسيه اختاروها ضمن لائحه احسن المدن في العالم، مشاو الجزائر ردوها مدينه جزائريه. والمثير للاستغراب والذي يؤكد على ان تونس ولايه جزائريه هي رده فعل التوانسه اللي تقبلوها بصدر رحب، وقال لك واخا داروا جمهورية التلوين داروا العالم ديالهم فوق العالم ديالنا وبغاو يسرقوا المدينة ديالنا، معليش حنايا خاوة خاوة وخاطينا بوليتيك. هكا كانوا بزاف المغاربة قبل سنوات. اليوم حط الاخر الملف لابد قوي، حط خدينا محامي سبيشاليست في هادشي باذن الله، ولابد سينو علاش نحكموا المحاكي ولا ماشي باش القضية في صالحنا، علاش ندير المحامي مالا ما كان عندي المحامي وخلص الفلوس. احنا خدينا محامي باش يدافع على حقوقنا، خاطر عندنا حقوق ما. حقوق احنا المقابله باش نلعبوها، المقابله الاولى باش نلعبوها، انا كنا متحضرين كاع متحضرين باش كل شيء، كانوا الحكام داروا لابيل داروا كلش، مقابله ثانيه مشينا لعندهم ثاني كذلك ومثلي، طلبنا باش ما تكونش ما تلعبش هذه النهايه هذه باش ياجلوها. تاع اللوتات قال خسرتوا 3-0، زدنا عاودنا مع المحامي هذا باش يعاود يروبورتي لافير. الريزلتا دوك مع الحكام تعرف الطاس تاع الوزان ما يعطيكش، ولكن المحامي راه يعني قايم بالدور هذا. رئيس اتحاد العاصمه مازال تكذب هكاك وبالعلالي، زعما راه ما فراسوش بانه الطاس راه رفضت لهم الطلب الاستعجالي الاول والطلب الاستعجالي الثاني، وما كاين لا تاخير نهائي لا الماتش التعاود لا والو. كاذبين عليهم لهاد الساعه هذه وما تيقولوش لهم الحقيقه على انه الطاس خرجت البيان ديالها وقالت لهم رفضنا لكم الطلب الاستعجالي الاول والاستعجالي الثاني، يعني تاخير او الغاء او شي ماتش التعاود ما كاش منا يا اخو. مع ذلك رئيس اتحاد العاصمه كيكذب امام الكاميرات وكيبنج بوصبع، واللي تار الانتباه ديالي هو انه دير سماعه في الاذن ديالو، يعني النظام العسكري الجزائري او الكبران المسؤول على هذا رئيس اتحاد العاصمه كيسمعوا شنو تيقول وتيقول لي شنو تقول، داكشي علاش كيتفتف الهضره ومازال ما راسيش وما شادش قنت واحد. مره يقول لهم جوج المحامين، مره يقول لهم ثلاثه المحامين،
مرة يقول لهم محامي، مرة يقول لهم الماتش يتعاود، مرة يقول لهم درنا ملف واحد، مرة يقول لهم درنا ملفين. المهم الروينا دوت كوم قضية تسقط مدينا الملف المحامي راه حط الملف تاعو في الطاس تاع الوزارة وفيه معلومات بما يخص القضية من حيث المحامي اسكو طمأنكم على القضية المحامي المحامي واش قدر قال لكم على القضية هو راح يتعامل ربحنا حنا حطينا الملف ونطلبنا دابور باش تعاود المقابلة وزدنا طلبنا باش يعني الخسائر اللي درناهم كاع يرجعوهم لنا خاطر درنا خسائر كبار باش يرجعونا الخسائر تاعي 60,000 متفرج واللي جاوا لهنا دوك لي بيرسوناليتي والطياره اللي رحنا بها البركان طلبنا كاع الخسائر. شيخ شفنا انه الكاف حدد موعد نهائي ب 12 ماي القادم، هل احنا طلبنا قبل 12 ماي طلبنا باش ما تلعبش المقابله. احنا طلبنا مع المحامي تاعنا باش ما تلعبش المقابله. رسمية اتحاد الرابطه باش ياجلوها طلب باش ياجل النهائي. باش ياجل النهائي نعم. والملف المقابله الاولى والثانيه ملف واحد. ملف واحد. والاثنين اعاده المقابله. لا لا كاين ملفين، كاين الاولى وكاين الثانيه. جوستومون. كاين الاولى وكاين الثانيه. الاولى طلبتوا انهم يتاهلوا اتحاد العاصمه يفوز بالنقاط المقابله. لا لابد احنا ما كناش كنا حاضرين باش نلعبوا. والحكام داروا لا ليست تاع لي جوار وكلش كنت متحضرين ويقول لك تخسرت 3-0 علاش؟ حنا متحضرين دونك طلبنا كاع هذا الشيء. يعني الاولى نقاط المقابله والثانيه اعاده المقابله. اعاده المقابله ان شاء الله. كنقولها وكنعاود نقولها، الشعب الجزائري غير محترم في هذيك البلاد، ما كاينش شي واحد كيحترمو ولا كيعطيه القيمه ولا تيدير بحسابه، الاعلام الجزائري كيكذب عليهم كذب مفضوح جدا. هذا الرئيس هذا ديال اتحاد العاصمه وماشي كيكذب عليهم كذب مفضوح، ووجهه كذبه متحركه وهو عباره عن كذبه كتمشى وكتهضر الميكروفونات. قال لك حنا ما بغيناش غير الماتش يتعاود يا جدك، حنا بغينا الماتش يتعاود والنهائي بين الزمالك واتحاد العاصمه حتى هو يتعطل، يعني التاريخ ديالو يتاجل حتى تسالي الطاس ديالهم وتقول لهم راكم مربحتوش عادي تلعب المباراه. ما فراسوش بانه الكاف راه شحال هادي علن على المواعيد ديال المباراه ديال الاياب والمباراه ديال الذهاب النهائي، وما بغاش يقول لهم في الجزائر على انه الطاس راه دارت في البيان ديالها بان غادي تهضر في هذه القضيه هذه من بعد المباحثات ومن بعد التحقيق وبزاف الامور ما بعد النهائي الذي سيجرى في مصر وفي بركان، يعني حتى تسالي الحفله ويكون شي واحد من الفرق نتمنوا الفريق نهضه بركان التتويج الافريقي مره اخرى عاد طاس تقول لهم شوفوا راه ما كاش منها ونهضه بركان من حقها حسب اللوائح ديال الاتحاد الافريقي انها تلعب بالقميص المصادق عليه قبل بدايه المسابقه. لا هو وجهه قاصح وكيعتبر الشعب الجزائري من راس الراس كلهم اغبياء وكلهم ما تفهموش وكلهم ما وصلوهمش الاخبار ديال طاس وديال البلاغ اللي خرجت بانها راه غادي تعطي الحكم ديالها حتى بعد النهائي وبعد اجراء النهائي تقريبا في اواخر شهر 5. حتى لهنا راه عادي لانه اصلا حنا عارفين بان بوصبع ما تحترمو حتى شي واحد، لا الاعلام لا الرئيس لا شنقريحه لا النظام لا النخب الجزائريه، او بين قوسين ما يسمى بالنخب الجزائريه لانه ما عندهمش نخب، كلهم تقريبا بحال بحال كوبي كولي كلهم ولاد بوخروب. ولكن اللي ضحكني اكثر هو قال لك بغينا من نهضه بركان ومن اتحاد الكاف الافريقي انه يعوضهم على الخسائر ديالهم. قال لك 60,000 متفرج جاوا في المباراه ديال الاياب وما تفرجوش لان نهضه بركان ما قدراتش تلعب لان ما عندهاش الاقمصه، يعني هما دايرين المشكله وتيطلبوا التعويض. وشوف وجههم شحال قاصح، هو اللي قنحكوا به الحيط قبل ما نصبهم. دابا هما اللي دايرين المشكل هما اللي تسببوا في هذه الازمه السياسيه في الرياضه وكيطلبوا التعويضات من الفوق. وقال لك بغينا تعويضات حتى السفر ديالنا لبركان على متن الطائره وتقريبا داكشي المصاريف اللي صرفوا. رساله لكل بوصبع كيتيق لهاد الخزعبلات هادو اللي تيقولوا لي ما دخينا هذا اللي اصلا هو غير تيعاود الهضره اللي كيقولوا لي الكابرانات فودني. وبوصبع هادشي كامل مجرد هرطقات كيف ما كانوا سارحينك في القضيه ديال البريكس وفي الاخر كنتي متاكد مليون في المئه انك كتدخل لدرجه انك كنتي كتحدى المغاربه وفي الاخر ما دخلتيش. يعني داكشي اللي كيقولوا لكم المغاربه هو اللي تيكون، يعني الاسياد ديالكم المغاربه تيقولوا لكم راه ما كاش منا. هادشي كامل خزعبلات في خزعبلات واستحمار واستبغان للشعب الجزائري. ما كاين لا الماتش غيتعاود، ما كاين لا الماتش غيتاخر، ما كاين لا تعويضات، ما كاين لا والو، كاين غير الجزائر غتخسر الوجه ديالها في الطاس
والجزائر غتخسر الاموال ديالها على هذه القضيه. راه الطاس راه ما كتخدمش مجانا، راه الطاس راه ما كتحركش الا ما خلصتيش ليها الاتعاب ديالها هي والمحامين اللي داير نتايا. يعني خساره فوق خساره عاد زيد العقوبات الماليه القويه اللي غتطبق عليكم. وعندكم الزهر كتعرفوا هذاك موتسي بينسيب رئيس افريقيا اللي كيعرفكم، اما كون كان شي رئيس ديال الاتحاد الافريقي اخر كون راكم دابا كتخلصوا في العقوبات. وزيد معاه وجهه مقاصح داير المشكل وقال لك عوضونا من الفوق. في غزه هذه تقريب 7 شهور والاباده تاع الشعب الجزائري الفلسطيني فلسطين، يعني قارنها مع المجزره والاباده تاع الشعب الجزائري في غزه. وعلى هذا لما الجزائر تتكلم على فلسطين، لما ندافع على تقرير مصير الشعب الفلسطيني، لما ندافع على حرية فلسطين، ننطلق من هذا التجربة تاع الجزائر. هذا الشيء عشناه احنا. هذا هو التبرديع اللي عزيز على بوصبه، عزيز عليه يعيش دائما في الأحلام على أنه بطل وأن الناس كتبغي تقلد داكشي اللي دارته الجزائر. على الجزائر بالسلامة شنو دارت؟ راه فرنسا كنذكركم أنها جلست عندكم 132 سنة وتحماق على الإبادة، بغي يقول الإبادة للفلسطينيين دائما تغلط وش يقول الإبادة للجزائريين، باغي الإبادة لبصبع. وهذه راه إشارة على عشرية سوداء قادمة، راه داكشي ديال الاتحاد العاصمة مازال راه دابا راه بحال حاطينو في شي كوكوط وسادين عليه وما دايرينش الصفار، داكشي راه مازال كالضغط الضغط الضغط غينفجر. يعني القادم أسود وأسوأ، والنظام العسكري الجزائري دائما ما كيذكركم بالعشرية السوداء. الرئيس الجزائري دائما يعاودها شنقريحه يعاودها قوتجيله وتيعاودها، ولكن هذا هو التبرديع المفضل عند بوصله، كيحس براسو بانه بطل الابطال مع العلم لانه مع فرنسا بقى تيتينين 132 سنه داروا فيه ما بغاو. ومني كنقول داروا فيه ما بغاو فتحوا القوس وتخيلوا اي حاجه مع الاتراك تما قرون وقرون داروا فيه ما بغاو. نتوما مع الاتراك فتحوا كاع قوسين ماشي غير قوس واحد ولا شي 4 الاقواس، وتخيلوا كاع نتوما داكشي اللي حبيتو وتخيلوا كاع اي حاجه ممكن توقع في هذا العالم البوصبع راه وقعت لي. دابا بالسلامه ملي ذكرتوا هذه القضيه هذه، ياك دابا نتوما كنتو فرحتوا لينا راسنا بانكم درتوا قرار في مجلس الامن لوقف اطلاق النار، هما دابا كيقصفوا رفح وهما داروا هجوم على رفح. اين هي الجزائر واين هو داك وقف اطلاق النار اللي هضرتوا عليه تقريبا شي شهر وانتوما كتهضروا عليه؟ المهم ما كاين غير برد عليا بوصبع وما تحترموش والسبغلو والسحمرو هو تيحب الانكشاح. الغربية هذا شعب، وفي الحقيقة ماهوش شعب مظلوم فقط، مظلوم وأيضا وبكل يعني هذاك يعني الناس عارفة بلي راهو مظلوم، يقول لك مالك واش مالك؟ الاستعمار تاع المغرب كيما الاستعمار تاع فرنسا. ونفرق فرق ما بين الشعب المغربي وما بين المخزن اللي هو الاستعمار. اليوم انا نشوف التصريحات تاعهم كما كانوا يتكلمون نفس اللغة نفس الأسلوب. هذا شعب طالب الاستقلال، شعب طالب استقلال المصير، خلي هذا الشعب يقرر مصيره. إذا يحب يبقى مع المغرب بيسأل عليه، إذا يحب استقلاله علاش نمنعونا من الاستقلال؟ وهذه أرض مش مغربية. حتى التبردي عاد عزيز على بوصبع، عزيز عليه دائما ينظر على الصحراء الغربية. ها انتم باش ما تقولوش ليا لا راه كاين دباب إسرائيلي وداكشي ديال منيب وديال الهضراوي والأصدقاء ديالك. دابا واش هذا دباب إسرائيلي؟ هذا بعد قوت جيلات، هاد قوت جيل هذا الديناصور هذا اللي ما باغيش يموت، واش دابا هذا دبابه اسرائيليه؟ هذا دبابه جزائريه من عهد الديناصورات. هاد السيد هذا هضر لهم شويه على فلسطين ولصق لهم الصحراء الغربيه. دابا غير بالعقل قوت جيل، دابا نتوما كتقولوا بانه الاستعمار الفرنسي يشبه الاستعمار المغربي لما يسمى بالصحراء الغربيه اللي حنا فيها من 1975. دابا غير بالعقل، دابا الاستعمار الفرنسي هذوك الناس مسيحيين جاوا استعمروا الجزائر اللي هما مسلمين، كنهضروا على استعمار. دابا حنايا شكون اللي استعمرنا؟ دابا حنايا واش حنا يهود ولا مسيحيين واستعمرنا المسلمين باش تقارنا بالاستعمار الفرنسي؟ الاستعمار الفرنسي اغتصب النساء الجزائريات واغتصب الرجال واغتصب الذكوره عندكم، واش حنا دابا اغتصبنا النساء واغتصبنا الرجال والذكوره ديال البوليزاريو لمده 132 سنه؟ البوليزاريو راه مخبين عندكم. هذا الشيء راه ما يمكنش تقارن بين استعمار فرنسي مسيحي لدوله مسلمه وبين محاولة بعض الخوانة للانفصال. وانت منين كتقول بانه الا اختاروا المغرب مزيانة الا ما اختاروش المغرب ما مزياناش؟ وعطيونا نتوما المثال، عطيونا نتوما القدوة
وطبقوا هذه النظريه ديال تقرير المصير على جمهوريه القبائل. الشعب القبيلي قال لكم حنا ماشي الشعب الجزائري، حنايا بغينا نستقلوا، حنايا ماشي كلنا مسلمين، حنا فينا المسيحيين، حنا امازيغ، حنا بغينا نستقلوا. عطيهم تقرير المصير، الا اختاروا الجزائر نقولوا لكم الله يبارك، الا اختاروا ينفصلوا ديك الساعه غنقولوا اه فعلا الجزائر قولا وفعلا كدعم تقرير المصير ودعمته في القبائل وخلاتهم يديروا جمهورية ديالهم او يختاروا انه يبقاو مع الجزائر. ديك الساعه نقدروا نفكروا في هذا الامر هذا. ولكن باش تعطي الامثله وانت ناسي الشعوب التي تتوق للحريه منهم الطوارق والازواد وجمهوريه القبائل، والجهه ديال تونس اللي باغين يرجعوا لتونس مابقاوش باغين يبقاو في الجزائر، والجهه ديال مالي وديال النيجر كلهم تيقولوا لكم يا اما قدونا الامور يا اما رجعوا لبلادنا. اما قضيه الصحراء الغربيه حنا بغيناكم تكملوا الدعم ديالكم فيها، غير هو ما تتمررش المغالطات، لانك منين كتمرر المغالطات حنا ما كنتقبلوش هذه القضيه هذه وكنعطيوكم الراس. وإلا بقيتي مصير على الكلام ديالك اخو تجيل باننا نشبه الاستعمار الفرنسي، هي نتوما دابا في الجزائر مسيحيين، لان مسيحيين استعمروا مسيحيين، يعني حنا مسلمين استعمرنا مسلمين. انا ما فهمتش هذه القضيه هذه، ما عمرتش مسلم كيستعمر مسلم اخر، وباش كيعجبوك المصفقون المصرفقون كيصفقوا عليه. ودابا تفهمت سطا دابا هاد اللعيبه اللي دايرين دابا، راه قال لك ندوه علميه في جامع الجزائر وداروا حتى التكريم ديال قوجيله، صدق او لا تصدق. هذاك اللي مكلف، هذاك الامام اللي مكلف بجامع الجزائر اللي ما كيعرفش اركان الصلاه وديما كيقدم الرئيس الايراني ولا كيديروا جوج الائمه، هذاك الامام قال لك جا كرم قوجيله وداروا ندوه علميه. الندوه العلميه شنو كيهضروا فيها؟ كيهضروا فيها على المغرب وعلى الصحراء الغربيه وعلى انه استعمار يشبه الاستعمار الفرنسي. هي دابا نتوما مسيحيين بحال الفرنسيين، هي دابا فرنسيين استعمروا فرنسيين مده 132 سنه، يعني نتوما كتاكدوا انكم ولاد فرنسا. نكتفي بهذا القصف، شكرا على الدعم والتشجيع ديالكم للقناه. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.